طيب اول حاجه تعملها لازم يكون عندك كره خاصه، والحاجه دي ما بس للفريستايل ولا لكره القدم، الادوات اللي انت بتتمرن بها لاي رياضه لازم تكون متواجده معك. ويا حبذا كده لو بتنظف الكوره وبتخليها في الدولاب، قدر ما تيجي تفتح الدولاب تلاقيها قدامك تتحمس تتمرن، فدي بتديك فرصه انك انت تتمرن تمارين اكثر. الحاجه الثانيه خلي نفسك في مجتمع الرياضه اللي انت عايز تتمرنها، يعني لو بتتمرن فريستايل حاول تعرف على ناس بتلعب فريستايل، حاول تتابع ناس بتلعب فريستايل وشوف فيديوهات عشان تخلي نفسك انت دائما متحمس انك تتمرن. مرات انت بتحس بانه جسمك كسلان كده، لكن لما تشوف فيديو يحمسك هتبدا تتمرن. ثالث حاجه لما تبدا تتمرن لازم تتدرج في الحركات، تبدا بالاساسيات وتطلع شويه شويه، تبدا من الضجيه للتنطيط ده وتسوي الحركات الاساسيه لفه لفتين وتطلع شويه شويه. انا بتمرن لي 12 سنه، فما تقول انا عايزك زي عبد الله وخلاص انا ادخل في الحركات الصعبه، فتدرج في الحركات. رابع حاجه الاستمراريه، يعني انت ما تتمرن ليله وتوقف 5 ايام 6 ايام وتقول انا داري اتمرن يعني، ولا تتمرن 5 ساعات في يوم وتيجي تتمرن بعد 5 اسابيع. فقليل متواصل خير من كثير منقطع، يعني اتمرن حتى لو نص ساعه كل يوم بتكون افضل من انك تتمرن 5 ساعات في يوم وتوقف 5 اسابيع. فالاستمراريه من اهم الحاجات. خامس حاجه، بعد ما تحس انك اتعلمت حركات جديده وبدات تمشي معاك الحركات، ما تقتر بنفسك وتقول انا خلاص بقيت معلم وكده، لازم تدخل نفسك في جو بتاع منافسه وتقارن نفسك باحسن ناس في اللعبه في العالم، يعني ما تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك وبتقول انا بعمل كذا حركه خلاص كفايه. فالمنافسه هتخليك تتطور باسرع ما يمكن وتوصل للمستوى اللي انت عايزه. فالنصائح دي لكل الرياضيين، ما شرط رياضه الفريستايل فوتبول ولا كره القدم، توفر ادواتك وتبدا تتمرن وتستمر في التمارين وتدخل نفسك في جو بتاع منافسه، فهتلاقي نفسك وصلتها. يلا السلام عليكم.